in 1990. The team led by the goals of Mark Robbins. But that's the situation that in behind the strikers. Touch there by the 18 side he brought here. That was a great achievement from England. It's what Portugal really are trying to do this year. Is Eze. Now Gallagher. Useful turn by Eze. A flick back there from Nketiah as well. England really is what Japan did to Chile earlier on today. 6-1 win, quite astonishing. Forward by Eze. Now Eze. لكن حارس مرمى يتابعها بطريقه صحيحه ويلتقطها جواو فاليدو حارس نادي فيتوريا جيمرايش هو يتصدى لمحاوله اللاعب ايزي لاعب كوينز بارك رينجرز النادي اللندني المشهور باللونين الابيض والازرق المخططين هدف اخر ويبتعد بفارق هدف والدقيقه المضافه على وشك النهايه يعني شاهدنا شوطا جيدا في الاجمالي بين فريقين ثلاثة واحد لصالح المنتخب البرتغالي ويبدو أن الأداء السيء الذي كيتي يلعبها ولكن يشتت المدافع بيدرو ألفارو ألفارو يبعدها من أمام اللاعب جو ويلوك جو ويلوك لاعب نادي أرسنال تقدم لنا حراس مرمى على غرار من الحاليين طبعا جوردان بيكفورد حارس إنجلترا الأول حارس إيفرتون بالمناسبة دوايت ماكنيل اسم كبير جدا لكن حقيقة لم يقم بالدور الكبير المسند إليه ونادي بنفيكا بتاريخه الكبير مع اللاعبين الصغار ويمكن من أصغرهم الآن وآخرهم لاعب جواو فيليكس هذا لاعب يقولون أنه حيكون له مستقبل كبير جدا حيكون له مستقبل كبير جدا طبعا في المجرى أيضا ثلاث تبديلات حتى الآن كل فريق لازال عنده تبديل